السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. تمييز في وزارة التربية. طبعاً الواحد لما يجيب ويتكلم عن التمييز في وزارة التربية ما تعرف تبدي من وين وتروح لوين يعني. إحنا نشوف يعني إن إحنا نقول إن في تمييز في وزارة التربية هذا مصطلح جداً خاطئ. لأن إحنا نشوف إن التمييز هو وزارة التربية. تعريف التمييز هو وزارة التربية وليس أن وزارة التربية بها تمييز. يعني هذا يمكن يعطينا بس إجمالي إلى الصورة الحقيقية اللي موجودة داخل. يعني والله صدق الحديث ذو شجون وعور القلب إن إحنا نجي نتكلم عن وضع مثل هذا، بس هو كذي. يعني كل ما يطلع من وزارة التربية واللي هي المفروض إن هي الوزارة المعنية بالنشأ الجديد والمعنية ببناء المستقبل وبناء الجيل الجديد، يوضح فعلاً الكلمة اللي قلتها قبل شوي إن التمييز هو التربية. بس باخذ بس نقاط بسيطة لأن ما أبي أطول عشان ما تتمللون، بس نقاط بسيطة عشان تبين لنا إحنا وش نقول. سؤال: هل مر على وزارة التربية أي وزير شيعي خلال كل العقود هذه اللي مرت؟ طبعاً لا، زيرو. مو بس صفر، لكن آخر ثلاث وزراء هم أيضاً جايين من وين؟ جايين من المؤسسة العسكرية، عبد العزيز الفاضل، محمد الغتام، وحالياً ماجد النعيمي، كلهم من خلفيات عسكرية. عندنا وكيلين في وزارة التربية ما فيهم شيعة. عندنا سبع وكلاء مساعدين في وزارة التربية ما فيهم شيعي. عندنا 28 إدارة بالوزارة، 10% فقط منها شيعة. أنا لفت نظري الورقة هذه اللي هي توزيع المناصب في وزارة التربية، هنا مذكور 30 منصب، في حين أن احنا لو خدينا الوكلاء والوكلاء المساعدين مع الوزير يصير 38 منصب، بس تنويه مو أكثر. طبعاً إذا بننزل شوي عن الوزارة بنروح إلى المدارس، مدراء المدارس، المدراء المساعدين. طبعاً هني نقدر نقول حدث ولا حرج، ولا حرج، المجال مفتوح أنك تقول اللي أنت تبغيه. مثال فقط اللي صار في بداية هذا العام الدراسي 2013-2014 في شهر 9 الترقية، كان في تقريباً 36 ترقية، ثلاث منهم شيعة فقط والباقي كلهم من الطائفة الثانية. طبعاً هذه الأشياء اللي قاعدة تصير أدت السنة هذه لما جو يقدمون المعلمين حق المناصب القيادية في وزارة التربية حق معلم أول أو المدير مساعد أو مدير مدرسة، أدت إلى عزوف كبير، ما حد راضي يقدم، قلة قليلة اللي راحوا قدموا لأنهم عارفين عقب المشوار. يعني التقديم ترى لمنصب مدير مساعد في 7 خطوات، إلى المدير في 5 خطوات، المعلم الأول بعد في هذا الشيء، فهم بالتالي عارفين النتيجة وش بتصير. فكل اللي بيصير عليهم أعباء زيادة من غير نتيجة، عشان كذي كان في عزوف. فطبعاً بداية العام الدراسي الجديد بنشوف الترقيات بتكون كلها من لون واحد وبطريقة واحدة. إذا بتكلم عن التمييز هذا راح أذكر فقط 4 نقاط، لأن ما راح يكفي الوقت إني أذكر كل النقاط اللي فيها وزارة التربية. النقاط هذه بكتفي بالتوظيف، البعثات، وكلية المعلمين، وشيء بسيط عن المناهج. التوظيف، أنا على يقين بأن هذه النقطة بالذات ما تحتاج أن احنا نتوقف عندها واجد، لأنها منعكسة بشكل كبير على الوضع، والكل يقرأ ويشوف وش قاعد يصير في موضوع التعيينات بالذات خلال ال3 سنوات الأخيرة. يعني في 2011 كان معروف أن عدد المعلمين تقريباً 14,000 معلم، حالياً العدد حسب المراقبين يفوق 20,000. طبعاً إذا حطينا 14,000 انت خلي معهم فقط 3,000 من المتطوعين، هذا وصل إلى 17,000. ما في 3,000 وافد عربي على أقل تقدير. طبعاً بعد لما نجي نطالع أن الصحافة العربية ما خلت شيء سر، فبالتالي استقدام الوافدين صار يسير وفق آلية خفية دون النظر لأكثر من 2000 عاطل تربوي توضع أمامهم العراقيل المختلفة لكي لا يتم توظيفهم واللجوء للخارج. الأدهى في هذا كله أن بعض هؤلاء الوافدين لما يجون للبلد بأسئلة فقط من زملائهم، يعني انتم شلون جيتون، عادي يقولون احنا جايين عن طريق مكتب توظيف. يعني المعلم البحريني او التربوي البحريني لما يروح يقدم في امتحان، في مقابلة شفوية، في احيانا يطلبون من عنده بعض الاشياء انه يسويها، في حين هذا المعلم الوافد
عن طريق مكتب توظيف. طبعا هذا منتهى التمييز في طريقة التوظيف يعني. وإذا جينا بعد اللي صار في معهد البحرين ما ممكن ننساه، أن حوالي تقريبا 70 موظف تم نقلهم من مختلف التخصصات، وعقب هذا كله يطلع في الجريدة في الهند أنه مطلوب ناس موظفين لست شواغر معينة. هني أحب أشير إلى ما صرحت فيه وزارة العمل عن توظيف 1200 خريج جامعي من قائمة 1912 عاطل. مضمون هذا التصريح إنهم عينوا عدد كبير جداً من قائمة 1912 عاطل، لكن بالرجوع لعدد من اللي تم توظيفهم والكثير منهم تربويين، إن مضمون هذا التصريح ليس جديد. يعني هذين أساساً تم توظيفهم قبل 2011، وصادهم الراش مثل ما صاد الباقي في 2011، يعني الغالبية منهم فصلوا، بس ما حد يتكلم عن فصلهم وينهم الحين، يتكلمون فقط عن إنهم وظفوا في هذاك الوقت. أنا هني عندي تذكير لوزير التربية عقب كلامه في البرلمان يوم الثلاثاء 18 مارس، لما قال إنهم يلجؤون للعنصر الخارجي عندما يتعذر الحصول على العنصر البحريني المؤهل. وش نقول له؟ نقول له عندنا عاطلين في التخصصات التالية، وأنت قول أنت وش تبغى يا وزير؟ عندنا فنون، عندنا كيمياء، عندنا فيزياء، عندنا أحياء، عندنا عربي، عندنا دين، خدمة اجتماعية، علم نفس، جغرافيا، تاريخ، رياضيات، نظام فصل، تربية خاصة، حاسوب، تكنولوجيا تعليم، رياضة، إسلاميات، اقتصاد منزلي. كل هذه التخصصات موجود فيها عاطلين تربويين. وإذا بتقول إنهم غير مؤهلين، فطبعاً راح نرجع المسؤولية لك، لأنك في السنوات الأخيرة هذه أكثر من 10 سنوات وأنت مسؤول عن التعليم، سواء لما كنت كرئيس جامعة أو في 8 سنوات الأخيرة وأنت وزير تربية. فكل هذا ما خططه يداك، فإذا كانوا غير مؤهلين فأنت المسؤول الأول. وبعد نقول لشغلة واحدة، إن احنا مستعدين نعطيك كل هذه الأسماء، بس أعلنوا لنا الشواغر الحقيقية. احنا محتاجين هلقد معلم عربي، شوف نعطيك ولا لا. احنا محتاجين هلقد معلم رياضة، نعطيك ولا ما نعطيك. طبعا الفضيحة اللي صارت في توظيف الـ16 وافد مصري للتربية الرياضية، في حين ان عندنا قوائم طويلة اكثر من 100 في التربية الرياضية. بعد وزير التربية دائما في، وعلى ايام ما كنت مديرة مساعدة قبل الفصل، كنا لما نحتاج لشاغر معلمة كانوا دائما يقولوا لنا ما في ميزانية، ما نقدر نوظف، باب التوظيف مسكوك. لكن لما جو يبون يعينون المتطوعات كان الشواغر كلها موجودة، الميزانية مفتوحة على الآخر. هذا بالنسبة للتوظيف، وما بقول أكثر من كذي، لأن البعثات أهم ما يميز هذه النقطة هو الغياب الكامل للشفافية، ابتداء من حجب أسماء المتفوقين ونسبهم عن الجرائد وصولا لمن نال البعثة حقيقة. التمييز في البعثات بلغ مداه في يونيو من 2011، واستمر حتى الآن تحت قانون 40-60 اللي حرم الكثيرين من حقهم فقط لانتمائهم المذهبي والسياسي، وطبعا الإحصاءات كلها تشهد بذلك. من الأمثلة المحزنة عدم حصول أصحاب المعدلات العالية اللي فوق 97 لرغباتهم الأولى، فيما يحصل منهم أقل بذلك بكثير يحصل على تلك الرغبات. وليش؟ لأنهم يختلفون في الانتماء ويختلفون في الديني أو السياسي، وكل هذا طبعاً بسبب رئيسي ومباشر للمقابلة الشخصية اللي في 15 دقيقة يحاولون يحكمون على فكر هذا الطالب شنو، مو على قدرته الحقيقية في أنه يدرس اللي هو طالب منه. في الإحصائية الأخيرة اللي نشرتها الوفاق، تم رصد 7 حالات حصلت على رغبتها الأولى، و3 حالات الثانية، و9 حالات الثالثة. هذين من أصل 101 العينة اللي كانت في الدراسة، وكلهم ذيلين كانوا 98%. عجل نقول الاختيارات الأولى راحت لمن؟ لمن راحت؟ وطبعاً في ناس واجد، في 5 حالات حصلت على الرغبات الأخيرة اللي هي رقم 12. إعطاء أصحاب المعدلات العالية 400 دينار كمنحة دراسية لعام دراسي كامل. يعني 400 دينار هذه إيش بتخلي الواحد يدرس شنو؟ إذا المادة مثلاً في جامعة، في أي جامعة محلية في البحرين تقريباً 80 دينار على أقل تقدير.
فهذه ايش بيدرس فيها الطالب؟ مش بتغطي. ايضا القرار الحكومي بتاميم البعثات والذي يقصد منه جهات معينه دون غيرها، ولكي لا يساهموا في تدريس ابناء الطائفه الشيعيه تحديدا، فعندما تتحكم التربيه بكل تلك البعثات تكون النتيجه معروفه مسبقا. فهذا القرار يطبق على المؤسسات الاهليه، ولا تستطيع وزاره التربيه ابدا وضع يدها على بعثات ولي العهد مثلا. لذا فهذا القرار موجه لنا ويطبق علينا. ايضا ما حدث من اقتطاع للبعثات لصالح المتطوعات، وهو اقتطاع غير معلن، في 2011 تم تحويل 220 بعثه لصالح المتطوعات وتم ارسالهم لمعهد البحرين. في 2012 و2013 اقتطاع 500 بعثه. اليس ابناءنا المتفوقين احق بها منهم؟ نجي الى النقطه الثالثه اللي هي طلبه الجامعه وكليه المعلمين. هي التمييز بصراحة واضح جداً من البداية، لما وزارة التربية جعلت الدخول إلى كلية المعلمين حكراً عليها، يعني ما في أي واحد يقدر يروح يسجل ويقول أنا أبغى أدخل كلية المعلمين، لا، لازم يكون عن طريق وزارة التربية. لذا كل اللي يدخلون كلية المعلمين هم من المبتعثين، فالوزارة توقع معهم عقد لأنها تعتبرهم معلمين متدربين وما إلى ذلك. فالمعلم المتدرب هذا لما هي تتحكم في نوعيتها، فإحنا نعرف عقب سنوات ما شكل المعلمين اللي راح يكونون في مدارس البحرين، نتيجة المدخلات شنو، نعرف النتائج شنو راح تكون. وطبعا عقب فصل عديد من الطلاب من الجامعة، الحين عندنا 9 طبعا مفصولين ومطالبين بسد المنحة مالتهم، واللي موجودين في السجن هذولين، نقدر نعرف بالضبط نوعية المعلمين اللي راح تصير في المستقبل. غير عن كذي طبعا في إحصاءات تؤكد ان تناقص قبول الطلاب الشيعة في كلية المعلمين سنوياً ابتداء من 2011 لحد الحين. آخر شيء نظرة سريعة كذي فقط على المناهج، وسؤال مهم: هل لدينا فعلاً مناهج تحقق أهداف التعليم اللي هو أهم شيء في أهداف التعليم، خلق مواطن صالح؟ إن كل ما في التعليم يقول للطالب إنه طالب مواطن من الدرجة الثانية، وعليه أن يدرس ما تريد الحكومة وما تضع له من مقررات، وكأن الرسالة التي يجب أن تصل للطالب هي أن كل ما يتعلمه في محيطه هو خطيئة عليه تحملها. بمعنى آخر، جعل الطالب يعيش الازدواجية بسبب التمييز في المناهج الدراسية. قبل ما أختم أحب أذكر بجمعية المعلمين، يعني ما أقدر أفوتها إلا لازم أذكرهم. جمعية المعلمين طبعاً إحنا اتهمنا بشنو؟ اتهمنا بالاشتغال بالسياسة، وطبعا حكمت الاداره وسجنت بناء على هذا الاتهام انه جمعيه المعلمين تشتغل بالسياسه. لكن شوفوا ايش سووا. سووا جمعيه التربويين. طبعا جمعيه التربويين لحد الحين ما لها صوت، الحين بيسمعوني بيبدون يشغلونها. ما لها صوت، لكن شنو كانت اولى المهام اللي قامت فيها جمعيه التربويين؟ الاشتراك في الحوار الاول. سياسه بحت. يعني جمعية المعلمين تحل ويعتقل كل أعضائها لأنها اشتغلت بالسياسة، في حين أن جمعية التربويين تخلق أساساً لموضوع الحوار، هذا مو السياسة. بس عشان نشوف التمييز شلون يكون متأصل كممارسة يومية واقعية. طبعاً هذا كل اللي ذكرته مجرد مقتطفات من ما أسميه نهر التمييز في وزارة التربية، وأتمنى أني ما طولت عليكم، وشكراً لكم.